السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم بالحصة الثالثة لهذا الأسبوع. فهيا بنا نتعرف على عنوان درسنا اليوم. درسنا اليوم طلاب الأعزاء قراءة أدبية بعنوان النبوغ. هيا بنا الآن طلاب الأعزاء نتعرف على خطوات درسنا اليوم. الخطوة الأولى عرض التهيئة ومناقشتها مع الطلاب، عرض أهداف الدرس، الاستماع إلى النص من قبل المعلم ثم قراءة الطلاب للنص مع تحديد المفردات الجديدة، ثم بعد ذلك مناقشة الطلاب في النص من خلال طرح المعلم مجموعة من الأسئلة لترسيخ فهم النص لدى الطلاب، ثم بعد ذلك عرض نشاط تطبيقي لتقييم مدى فهم الحصة، ثم سيكون هناك نشاط من خلال تطبيق تيست موز، ثم بعد ذلك في النهاية الانتقال لموقع صفير وقراءة النص وقراءة القصة التي أرفقها المعلم والإجابة على أنشطته. والآن هيا بنا نبدأ بأول خطوة من خطوات درسنا اليوم وهي التهيئة. ما الطموحات التي تسعى إلى تحقيقها؟ كيف تصل إلى تحقيقها؟ ما النصيحة التي يقدمها الآباء للأبناء في ذلك الوقت؟ فكر ثم أجب عن هذه الأسئلة شفويا. والآن هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم الذي هو بعنوان النبوغ. هدفنا الأول أن يستنتج المتعلم الفكرة الرئيسة بالنص، أن يبدي المتعلم وجهة نظره في رأي الكاتب. هيا الآن نبدأ بقراءة النص. من العجز أن يزدري المرء نفسه فلا يقيم لها وزنا، وأن ينظر إلى من هو فوقه من الناس نظر الضعيف المنكسر إلى القوي المنتصر. وعندي أن من يخطئ في تقدير قيمته مستعليا خير ممن يخطئ في تقديرها متدليا. فإن المرء إذا صغرت نفسه في عين نفسه تراه صغيرا في علمه، صغيرا في أدبه، صغيرا في مرؤته وهمته، صغيرا في ميوله وأهوائه وآماله. ولقد سأل أحد العظماء ولده وكان نجيبا: أي غاية تطلب في حياتك يا بني؟ وأي رجل من عظماء الرجال تحب أن تكون؟ فأجابه: أحب أن أكون مثلك. فقال: يا بني، لقد صغرت نفسك وسقطت همتك. لقد قدرت لنفسي يا بني أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما زلت أجد وأجدح حتى بلغت المنزلة التي تراها. وبيني وبين علي ما تعلم من الشأو البعيد، فهل يسرك وقد طلبت منزلتي؟ أن يكون ما بينك وبيني من المدى مثل ما بيني وبينه. فيا طالب العلم، أنت لا تحتاج لبلوغك الغاية التي بلغها النابغون من قبلك إلى سماء وأرض غير سمائك وأرضك، وعقل وأداة غير عقلك وأداتك، ولكنك في حاجة إلى نفس عالية كنفوسهم وأمل واسع، فبهذين فقط يصبح لك جناحان تطير بهما في سماء المجد والشرف. والآن هيا بنا الطلاب الأعزاء نتناقش في هذا النص. السؤال الأول: حدد الفكرة المحورية للنص. كيف ينظر الإنسان إلى نفسه؟ برأيك ما نوع النص المعروض أمامك؟
ما النصيحة التي يريد الأب أن ينصحها لابنه؟ وما رأيك في ذلك؟ من خلال فهمك للنص، ماذا يحتاج طالب العلم؟ والآن هيا بنا نتناقش في معاني الكلمات الجديدة الموجودة بالنص. العجز، الضعف، يزدري، يستهزئ ويسخر، مستعليا، متكبرا، أكدح، أتعب، أتعب نفسي، النبوغ هو العبقرية وقوة الإبداع الأدبي أو الفني أو العلمي، متدليا، متواضعا، نجيبا، ذكيا وكريم الفعل. والآن حان وقت سؤال التحدي، ماذا يجب على الإنسان لكي يكون نابغا؟ ماذا يجب على الإنسان لكي يكون نابغا؟ فكر ثم أجب شفويا. والآن قد وصلنا للنشاط الأول لحصة اليوم، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. معنى كلمة يزدري، معنى كلمة المروءة، معنى كلمة النجيب. ما المنزلة التي تطلع لها الابن وتمنى أن يصل إليها عندما يكبر؟ أي العظماء اتخذه الأب قدوة له وسعى أن يصبح مثله؟ والآن عزيزي الطالب، قيم إجابتك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك. أما الآن فقد وصلنا للنشاط الثاني لهذه الحصة. وظف الكلمات التالية في جمل مفيدة: النبوغ، يزدري، المروءة، النجيب. السؤال التالي: ما الطموحات التي تسعى إلى تحقيقها؟ ما الذي يحتاجه طالب العلم ليحقق ما حققه النابغون والعظماء؟ والآن مع النشاط الثالث لهذه الحصة، استخرج من الفقرة السابقة ما يلي: مرادف كلمة يزدري، استخرج كلمتين بينهما تضاد، كلمتان بينهما سجع. ما النصيحة التي يريد الأب أن ينصحها لابنه؟ وما رأيك في ذلك؟ يحتاج طالب العلم إلى: عبر عن رأيك في وجهة نظر الكاتب لتقدير الإنسان لنفسه. أما الآن فقد وصلنا للنشاط الرابع لهذه الحصة، حدد النتائج المترتبة على الأسباب الآتية: تقدير الإنسان نفسه تقديرا وضيعا، كيف ستكون نتيجته؟ امتلاك الإنسان طموحا وأملا واسعا، كيف ستكون نتيجته؟ أتقن الإنسان عمله، كيف ستكون نتيجته؟ ذاكر الطالب بجد واجتهاد، كيف ستكون نتيجته؟ والآن قيم إجابتك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك. والآن مع النشاط الختامي لهذه الحصة، اختار من العبارات الآتية ما ينطبق على أسلوب الكاتب في عرض وجهة نظري. أما الآن فقد وصلنا للتقييم الختامي لهذه الحصة، فهيا الآن اضغط على الرابط الموجود أمامك ثم أجب عن الأسئلة الموجودة به. وفي النهاية عزيزي الطالب، لا تنسى أن تفتح موقع صفير وتقرأ القصة التي حدد لك المعلم ثم أجب عن الأنشطة المخصصة لها. شكرا لك عزيزي الطالب، وإلى اللقاء في حصة جديدة غدا إن شاء الله. مع السلامة.